بعد نجاح نسخته الأولى بعيد الفطر واستقطاب عدد كبير من الزائرين لا سيما السواح، جذب شركة M&O إيفنتس وأقامت معرض الرقي والفخامة لاكجوريا بنسخته الثاني لمناسبة عيد الأضحى بفندق فينيسيا ببيروت برعاية وزير السياحة. بدنا نشكر ست نيكول على النشاط فعلا مميز، ونحن كثير بنقدره إنه تقدر تجمع بهالأيام 45 اكزيبيتورز، الأغلبية منهم لبنانية، مشان نفرجي صورة لبنان الحقيقية والمبدعين والمنتجين واللي بيأمنوا بهالبلد. وإن شاء الله هالصيف بيكون منكسر الأرقام القياسية من سنة 2018 لليوم. نحن عملنا أول معرض فعلا كان مخاطرة بس كان ناجح كتير. بقى كل العارضين اللي كانوا مشتركين معي إنه تأملوا إنه أرجع أعملهم معرض تاني، مشان هيك تشجعت وعملت معرض تاني. وبظل العصر الصناعي والاستهلاك المهيمن، ما فيكن تلاحظوا خلال الجولة بالمعرض إصرار المشاركين من أجيال مختلفة على إظهار فرادة التراث اللبناني المتنوع المطعم بشوية حداثة لمواكبة العصر. وهالمعارض عم تفتح لنا فرصة لنفرجي إنه الأشياء التقليدية بتقدر تتطور وبتقدر تتحسن وبتقدر تكون أكثر من مجرد ألمنت بالبيت كان يستعمل. أنا اليوم موجودة هون لأنه أنا مآمنة إنه نحن كلبنانية ونحن لازم نوصل الشيء اللي مآمنين فيه لكل العالم. ممنوع بقى نتقوقع على حالنا، مثل ما عم بتشوفي انت قدامك يمكن في شغلات هيدي انيني بس انا حولتها لفن. وانا اليوم شايفه الدنيا كلها الوان. دائما بنشارك، بنحرص انه نشارك بمعارض بلبنان لانه بتبقى لبنان مدينه الحضاره والفن والثقافه والذوق. معرض اليوم مشاركين كرمال نفرجيهم شو فينا نعمل بلبنان. انا بلوحاتي الفنيه حبيت جسد حبي لهالارض من خلال الارز والصنوبر وتعلقي بطبيعه لبنان. اهميه مشاركتنا هو نعرف العالم انه كمان بلبنان فينا نعمل برودكشن لقصص كتير حلوه وكتير جديده تكون سبيسيال. نحن موجودين بمعرض لوكجوريا اليوم لحتى نرجع نحيي سحر المره الشرقيه. واكراما لبيروت المناضله والمبدعه، حضر افتتاح المعرض عدد من الوجوه الفنيه والاعلاميه وحتى السياسيه اللي اجمعت على اهميته باعاده اظهار صوره البلد الحقيقيه لا سيما مع بدء الموسم السياحي. ناجح جدا وفي وراه جهد كبير، ودائما لما يكونوا عم نفرجي شو عندنا بهذا البلد بنكون عم نرفع من مستوى البلد، بنكون عم نشجع الكفاءات بهذا البلد، وهذا البلد يعني رح يضلوا مهما مرقت عليه صعوبات. الفن والإبداع جزء مهم من مسيرتنا إلى التطور إلى الحداثة. نمرق بهيك انكسار بشوية هيك مشاكل يمكن أثرت علينا بكتير أمور، ولكن الفن والكبر اللي موجود عند اللبناني هو للاستمرار. شوفي اليوم يلي هالحدث اللي عم بيصير اليوم هو صورة طب الأصل عن اللبناني الأصيل. الله يقوي عن جد الشعب اللبناني والمبادرات يلي عم يعملها، يلي رغم كل الأزمة الاقتصادية عم نشوف مبادرات مثل هيدي، معارض مثل هيدي بأول أيام العيد وبأول موسم الصيفية، عن جد شي بيكبر القلب وقت واحد يشوف هالإرادة وهالإرادة التحدي اللي عند اللبنانية. بيروت هيك، نحن هيك، مهما عملوا نحن بنقدر نرجع نوقف على اجرينا وربنا معنا لانه نحن بلد قداسي. المعرض مستمر حتى 2 تموز المقبل من الساعه 3 بعد الظهر حتى 9 مساء والدخول مجاني، فما تفوتوا زيارته.